أخيرا ومن بعد طول انتظار ماغوتين كابيلير 2019، كل ما يخص بشعري، كيف أعتني بشعري، روتيني للعناية بشعري، جميع الأشياء المتعلقة بالشعر. جيت من المغرب، اللهم لك الحمد، شعري كتار، بدات يطوال، ولات فيه الحياه، ولات فيه، انا قصيتو هكا هنا، يا قصيتو في الصيف هكا هكا. قالت لي ماما هاويلي قصيت شعرك، عمرك ما قصيت شعرك. تندير لهم وصفات طبيعيه لتطويل ديال الشعر، تنديروا وصفات طبيعيه لتساقط ديال الشعر، تنتناول شي حوايج اللي ان شاء الله راه غادي نوريهم لكم، تندير ديلوسيون ديال الشعر، الروتين من ا زد، شي حوايج اللي كنت نديرهم وريتهم لكم البنات في لي روتين كابيلير ديال شحال هادي، ما بقيتش نديرهم لحقاش حتى هما تيساعدوا في تساقط ديال الشعر. غادي تمشوا معايا مرحله بمرحله هاد النوعيه من الفيديوهات، كنت مرفضه نخلطها لكم مع اشياء اخرى، ولكن الا بغيتو نتوما على قناه ثم نرجع لكم كيما زمان، يعني كل حاجه، هادشي ديال الشعر، هادشي ديال البشره، هادو ديال لوك بوك، يعني يكون كل فيديو بوحدته، ولكن بيان سور يكونوا دي فلوغ ويكونوا الروتينات. ما تنساوش نخليو لايك لهاد الفيديو هذا، كتبوا لي في التعليقات الاشياء اللي بغيتو تشاهدوها على قناه ثم. خرجت عليه والحمد لله على لطف الله، وها هو المكون البنات. احضروا يا البنات حبوبات سوما، احضروا هذا المكون، جا هاد لامارك هادي، فهو عباره عن كيراتين نورمالمون سون فورمول، ولكن هاد الكيراتين هذا اللي هو سون فورمول اللي نورمالمون تيقولوا ليه هو غير سوان، اش غادي يدير لكم شعركم؟ غادي يهرس لكم شعركم، غادي يقصف لكم شعركم، غادي يطيح لكم نص ديال لاماس ديال الشعر نتاعكم. ندمت فعلا، ندمت، اللهم لك الحمد. دابا هاد الشهر هذا بديت واحد الروتين اللي هو كامل من ا زد، دابا الشهر كامل باش بديتو، والنتيجه بزاف منكم اللي لاحظها وما صدقتش، فعلا بيني بكم ما صدقتش بان النتيجه بانت في اقل من شهر، ونورمالمون النتيجه غادي تكون باهره في 3 اشهر. غادي نوري لكم الروتين من ا زد، وما غادي نخبي عليكم والو، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في روتيني للعناية بشعري، الشعر اللي هو متضرر وبزاف. واني عدت اليكم من بعد ما شعري توسخ، كما شاهدتوا معايا هنايا راه شعري راه مزيت، ولكن الاطراف كلهم جافين، يعني غادي ندير ماسك على جوج ديال النوبات، ماسك للشعري الجاف المتقصف للاطراف ديال شعري، وماسك عاوتاني للتساقط ديال الشعر، خصوصا الفروه ديال الشعر هذا اللي تنديروه هنايا ما تنديروش في الاطراف. بالنسبه للزيوت او الماسك ديال الشعر فلا بد لا بد لا بد خاصك ديريه جوج نوبات في الاسبوع، ثلاث نوبات في الاسبوع. كاينين بعض الاسئله ديال السيدات اللي تيغسل شعره كل نهار، واش مضر ولا لا؟ الشعر تغسليه كل نهار فهو مضر، لحقاش كاينه عندنا واحد الماده في الشعر سبحان الله العظيم عطاها لينا سيدي ربي، هذيك الماده هي اللي تساعد في الشعر باش يقوى، وهي اللي تساعد في الشعر باش يطول، يعني ديك الماده الا خليتيها بزاف تطيح لك الشعر، ولكن ما خاصكيش تحيديها لحقاش الشعر نتاعك غادي يولي لك جاف اكثر، والشعر نتاعك ما باقاش غادي يطول. هنايا عندي الزيوت اللي تتغذي الشعر، وعندي الزيوت اللي تتحد من تساقط ديال الشعر. الزيوت اللي خاصهم يكونوا عندكم لتغذيه الشعر وللشعر الجاف، خصوصا في فصل الشتاء وفي فصل الخريف. من احسن زيوت لتغذيه الشعر المتقصف زيت ديال السيزام او زيت ديال الزنجلان او شريو الزنجلان، الا بغيتوا واحد الوصفه شريو الزنجلان قليوه شي شويه، ديروه في الخلاط الكهربائي وديروه في واحد الزيف ديال الحياتي، واستقطروا منه دوك الزيوت اللي فيه، واخا يكونوا قطرات اللي هما صغيره، وشققوا بهم الفروه ديال الشعر نتاعكم، وديروهم
في الريوس ديال الشعر نتاعكم في الاطراف غادي تحسوا بالفرق. الزيت ديال الافوكا ما خصهاش تختانا غير الزيت ديال الافوكا، سيروا لهذيك اللي تتكون شو شويه غاديه الاخضر حيت يطحنوا معها القشره نتاعتها، والقشره نتاعتها راه مفيده جدا، وجميع الزيوت خاصها تكون زيوت طبيعيه 100%. الزيت ديال الجوجوبا من احسن الزيوت لترطيب الشعر، فهي بحالها بحال الزيت ديال السيزام، غير السيزام والجوجوبا حاولوا تتفاداوهم الا كان عندكم الشعر دهني في الفروه ديال الراس، ديروهم غير في الاطراف ديال الشعر صافي. ديال النيجل، هاد الزيت هذا اللي كانوا تيستعملوها قدماء المصريين الفراعنه للشعر نتاعهم، هاد الزيت هذه تتحد حتى من تساقط ديال الشعر، يعني يمكن لك تستعمليها في الفروه ديال الشعر مثل ما ديري المساج باش تفتحي لهم المسام مره الى مرتين في الاسبوع، وديرها حتى في الاطراف حتى هي زويونه الا كان عندك الاطراف متقصفه. ديال الماكاداميا، الا كان عندك الشعر مبوكلي والشعر جاف جدا جدا، او الشعر مثلا كما تنقولوا حنايا بالمغرب شعر حر وشعر واقف، هاد الزيت هادي خاصة تكون صديقة للشعر نتاك، غادي تلقاوها عند العطارة وتلقاوها عند ممالين المكياج. غير عاوتاني وتنأكد على هاد المسألة، سيروا عند الناس اللي تيبيعوا أو مختصين في الزيوت أو تيطحنوا الزيوت قدامكم، وخاص الزيوت تكون كلها هي بيو طبيعية. الزيت ديال سابوت من الزيوت اللي أنا شخصيا تلقاها اون ريبتور دو سوك، خاصني نتسنى باش نكومونديها، ولكن زوينه جدا لذاك الشعر اللي تيكون داك الخلف اللي تيكون ليك في القدام، تديري هذا تنعاس لك الشعر، تتخطي لك داك الشعير اللي كاين لك في القدام، فيها بزاف ديال البروتين، فيها بزاف ديال المنافع للشعر، وتنظن بانها من احسن كاع الزيوت اللي انا وريتهم لكم الان. الثمن تاعها شي شويه مرتفع اليوم، ولكن راه زيونه خاصه هي تكون صديقه نتاعكم الا كان عندكم الشعر جاف جدا. زيت ديال الكوكو، الزيت ديال الكوكو سولتوني فين يمكن لكم تلقوها بثمن مناسب، يمكن لكم تلقوها مثلا في لوكلير. كنت وليت باش نوري لكم هنايا وحده، هادي شريتها، هادي كومونديتها سوغ انترنيت من عند هذا الموقع هذا اللي مكتوب في القرعه بشي 7 اورو او 6 اورو للقريعه. ما بقيتش تندهن الجسم نتاعي بالحليب، وليت تندهنوه غير بالزيت ديال الكوكو، وراه هادي راه رخيصه. ظن بانني راه وريت لكم جميع الزيوت اللي تيرطبوا الشعر او خاص بالشعر المتقصف والجاف جدا. دابا ما عندكش الوقت شتي من الخدمه، ما فيك اللي يخلط بيتي واحد الماسك ديريه انتيا، يكون طبيعي ويكون جاهز للترطيب ديال الشعر. باقي ما وصلناش لتساقط الشعر، انا جايه لكم شويه بشويه. شوفوا معايا هنايا بعض الماسكات اللي يمكن لك تصايبيهم في المنزل، والمكون الرئيسي اللي تيجمع هذوك الماسكات. الرئيسي هي الزبده ديال الكاريتي اللي تجمع لنا جميع الزيوت. قبتي مثلا ملعقه كبيره من الزبده ديال الكاريتي، خلطي معها الزبده ديال الخروع، خلطي معها الزبده ديال الافوكا، وغادي تكون لك ماسك بحال هكا. خصوصا ماسك بحال هكا تديريه في الاطراف ديالتك المتقصفه. دونك الزبده ديال الكاريتي فين يمكن لكم تلقوها؟ غادي تلقوها في جميع المحلات التجاريه، غير لابد خاصها تكون زبده ديال الكاريتي بيو، راه يمكن لكم تشروها سوغ انترنيت. الثمن تاعها من 3 اورو ل 6 اورو ل 7 اورو ل 10 اورو على حسب الماركه، وعلى حسب واش هي بيو او ماشي بيو. يمكن لكم تزيدوكم لي فري دو ليفريزون، سيروا نتوما غير عند شي عطار قريب لكم وقولي ليهم، قولي ليه الزبده ديال التشيه راه غادي يعطيها عليك. هذا ماسك من الماسكات للشعر الجاف المتقصف، غزال تديريه في الاطراف نتاعك المتقصفه، يمكن لك ديريه غير بوحديتك، ومصنوع باش بالزبده ديال التشيه، بالزيت ديال النيجل، وبالزيت ديال الغصه اللي داير بحال هكا، تديريه في الاطراف المتقصفه للشعر. اما بما يخص الماسكات او الوصفات لحد من تساقط ديال الشعر، لابد خاصهم يكونوا عندكم ربعه ديال الزيوت المقطره. الزيت ديال يلينغ لينغ دايره بحال هكا، غادي نقولها لكم هنا عن قرب. الزيت هذه ما غاديش تخلي التساقط ديال الشعر يتحد، ولكن الشعر نتاعنا غادي تخليه بدا يضوي. هذه تنشريها غير باش تخلي الشعر يبري والشعر يضوي، والتساقط ديال الشعر فهادو اللي تيتكفلوا به الزيت ديال الجونجونغ، الزيت ديال الرومارين،
والزيت ديال الجنيف. ثلاث زيوت رئيسيه، الزيوت اللي تيكونوا اون ريبتور دو ستوك او لي ليسونسييل اللي تيكونوا اون ريبتور دو ستوك هي الزيت ديال الجنيف والزيت ديال يلينغ يلينغ والزيت ديال الجونجومب لو رومارين فا تيكون دائما. غير حاولوا الزيت ديال الجنيف خاصها تكون عندكم فضروريه. هذا المكون الرئيسي اللي ما بقيتش نستعمل هاد السنوات الاخيره فشفت بانه خلى بلاصتو وخلى بزاف. دابا غادي نوري لكم كيفاش نديروا واحد الوصفه طبيعيه للحد من تساقط ديال الشعر، وغادي نستعمل ماسك من الماسكات اللي شاهدتو معايا في الاول لترطيب الشعر او الاطراف المتقصفه ديال الشعر. وغادي نبدا في خلط هاد الزيوت هادي، جوج قطرات من الزيت ديالي لينغ لينغ، ثلاث قطرات من الجنيف، جوج قطرات من الجونجومب، وثلاث قطرات من الرومارين في 10 مليلتر ديال الزيت ديال الخروع. الزيت ديال الخروع علاش؟ لحقاش الزيت ديال الخروع ما تتأغريسيش بزاف الفروه ديال الشعر وتتساعد في تطويل الشعر. من بعد ما بقاو شويه الريحه خاصك تهربي، ولكن عند الريحه هادي ما تدي لي والو. نهز السرينغ بحال هكا باش نجي بحال تنضرب نفتح الفروه ديال شعري، خاصها تكون بجميع القناتيف لتحت الفوق. من بعد ذلك غادي نقبض هاد الاصبع وغادي نجي غادي نبدا ندلك شعري هاك. تدلكي بشويه، خد وقتك، خاص يكون عندك فريمون واحد المومون ديالك انتي وبوحدك، واحد نص ساعه تسجي عليك بالسيرت. انا سدي عليا راه كاينين غير حدا الباب تيتسناو. النشطه هذه ضروريه خاصها تكون عندكم، راه موجوده في جميع المحلات التجاريه، هي اللي غادي تساعدكم باش ديروا المساج للشعر ديالكم الا كان طيح. هي تنشطي بشوي اتوا بانني ركزتي على الفروه ديال الشعر، ما قصتش الحد ديال الشعر، حيت غادي ندير ليه الماسك من الماسكات اللي انا وريت لكم في الاول. ملعقه ديال الزيت ديال الكاريتي، ملعقه ديال الزيت ديال الخروع، ملعقه ديال الزيت ديال النجل، خليهم حتى يقصحوا وبهم باش تمصيو لتحت ديال الشعر نتاعكم. او نتوما صايبوا غير ماسك، يعني ديروا نص قرعه ديال الزيت ديال النجل في نص القرعه ديال الزيت ديال الخروع في ثلاث ملاعق كبرى ديال الزبده الشيا، وخليهم ديروهم في واحد قريعه صغيره بحال هكا وخليهم حتى يبسوا، وبدا دهنوا بهم الشعر نتاعكم من التحت قبل الحمام. دونك نفس الشيء كاين في هذا الماسك هذا، تنخذ بكل سهوله تتمسي باليديات نتاعك بحال هكا، تجي تكون لك زيت وتتشي تمصي لتحت ديال الشعر نتاعك كله. دابا اش ندير للخلف؟ كاينين الناس اللي عندهم مشاكل بالنسبه للخلف عن الشعر، حتى يهزو هكا من اللور تيبقاو هذوك لي بيبيير هنايا تيبقاو يلعبوا بهم. ما عليكم الا باستعمال الزيت ديال الصابوت تديريها في هذا الخلف هذا قبل ما تدوشي في الزيت ديال الصابوت، دايره بحال هكا راه وريتها لكم في الاول. بقيتي واحد شويه تخرجيها يعني بحال هكا تديها في القناتي ديال الشعر نتاعك. الزيوت البنات راه عندهم حتى هما تاريخ، يعني الزيت ما تبقاش عندك اعوام واعوام، شوفوا التاريخ اللي كاين مورا الزيت، الا فات ليها تاريخ ما تبقاوش تستعملوه. شفتوا ما فين درت الزيت ديال الصابوت. حاجه اخرى، كاينين الناس اللي تيكون عندهم، انايا ما عنديش خاوي القدام لحقاش هذا ملي كنت صغيره فكان عباره عن خلف
هادشي كاع كله فهو عباره عن خلف شعيورات صغيورين هكا كانوا عندي حيت كنت صغيوره. كاينين دابا الناس اللي تيبداو مع العمر تيبداو يخوا مع الكراتين تيبداو يخوا اليوم هاد القنت هذا او هاد القنت هذا شويه ديال الثومه، ولكن خاصها تكون الثومه الحمراء، يعني الثومه الحمراء البلديه ديال المغرب. وممكن لكم ما عرفتش تتباع ديك الثومه الحمراء في سوغ انترنيت ولا لا، لحقاش في السوبر مارشي تتباع عندهم غير الثومه البيضاء، الثومه البيضاء اللي ما تطلقش، غير الثومه الحمراء تطحنيها مزيان مزيان، تطحني معها واحد البصله تكون حمراء حمراء حمراء، تديرهم في الزيت ديال حياتي، تهزي داك الماء نتاعهم، داك الماء نتاعهم هو اللي تديري هنايا، تديري هنايا وتبقى تتمصي بعدا شعرك هو الاول، وتديريه كاع في البلايص اللي هما تيكونوا خاويين، وموراها تديري واحد التغليات تكون سخونه فوق الشعر نتاعك باش يدخل ليه الماسك. نقرها التغليات الجمعه هي سخونه، تنقبضها قبضت هاد الشعير هنا، ديرها من التحت حركه وهي سخونه فوق الشعر نتاعكم، خاصكم ديروها خاصكم ديرو فيها الماء طايب البنات، الماء يكون طايب. ايوا صافي ديريها فوق الشعر نتاعك واحد الساعة ديال الما كانو من ما ديري الماسك أو تصيبي الغدا ولا تصيبي العشاء، المهم واحد الساعة ديال الما كانو عاد نغسل شعري. هاد الفيديو هذا يستحق يكون بوحديتو باش البنات تاهم ميتخلطوش عندهم العرم، غادي نحاول ما أمكن بحال هاد الفيديوهات يكونوا بوحديتهم، مثلا الروتين ديال البشرة، الروتين ديال الشعر، المواضيع الإجتماعية حتى هما غادي نحاول، يعني أنا نبدا ندير الفيديوهات وغادي نشوف الغوتوغ نتاعكم من التحت. الا بغيتوا هاد النوع من الفيديوهات تخلطوا مع روتينات اللي هما عاديه خلطت لكم، يعني ندير كما تندير دائما، الا بغيتوا هاد الفيديوهات يكونوا بوحدتهم فاكتبوا لي نتوما هادشي في التعليقات باش انا نعرف نقدر ندير معكم في القناه. خاص الشامبوانات الا كان فيهم الفورمول، الا كان فيهم بزاف ديال السيرفات خاصهم يتحيدوا، الشامبوانات اللي تي فيهم بزاف ديال لي برودوي كيميك خاصكم تحيدوهم، الشامبوانات زوينين للشعر اكثريه 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 هما الشامبوانات ديال الدراري الصغيورين، يعني ديال لي بيبي ديال الدراري الصغيورين، حيت ما تيكثروش فيهم المواد اللي مضره للشعر، المواد يعني تيكونوا فيهم مواد طبيعيه اكثر من المواد اللي هما الشيميك، او سيرو شرو شامبوان خاص بالتساقط ديال الشعر. دونك شامبوانات خاصين بالتساقط ديال الشعر فكاينين بزاف، دونك انايا شريت هذا ديال كيغاستاس و بان دو بريفونسيون، ما عمرني انا جربت ما يمكنليش هذا، ما يمكنليش نقول لكم واش زوين او لا، غادي نجربو معكم وغادي نقول لكم انا رايي صريح عليه في الفيديوهات اللي غادي يجيو ان شاء الله على القناه. سينو رجعت الفيديوهات نتاعي القدام ولقيت واحد الشامبوان اللي هو كلق لي الشعر نتاعي، ومالوغوزمون ما عرفت علاش انايا تنبدل، راه فيا مشكل، راه الحاجه لقت لي الشعر نتاعي علاش انايا بغيت نبدلها. الشامبوان ديال ماكاداميا، هاد الشامبوان هذا من اروع الشامبوانات، ما فيهش سلفات، السلفات هي واحد الماده تترطب لك الشعر ديك الساعه، ولكن مع مرور الوقت تتقصف لك الشعر وتتخلي لك دوك الاطراف نتاعو متقصفين وتيتهرسوا غير بوحديتهم. هذا ما فيهش سلفات، فيه بزاف ديال المكونات الطبيعيه، ما عرفتش موجود في المحلات التجاريه كلها ولا لا، ولكن انا طنكوموندي سيغ انترنيت، وبعض المرات كاينين بزاف ديال المواقع تيكونوا تيديروا عليهم دي بروموسيون دي كون بروموسيون، بحال مثلا شوروم بريفي تدير 40% على لا غام كلها، هي على حسب نتوما خاصكم تقيدوا في بزاف ديال المواقع باش تستافدوا من هاد لي بروموسيون. كنت شحال هادي وريت لكم مثلا، لحقاش انا الا تنوري لكم هذا زوين وهذا خايبر خاصني نوري لكم كلشي. كنت جربت واحد الحاجه ديال كيغاستاس وشريتها بزبالة ديال الفلوس و فلوب 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 فلوب، ما دارت ليا والو، وهو هذا الا كنتو تعقلوا بانني وريت لكم هاد النوع ديال الفتح، وريتهم لكم في ستوري ديال انستغرام، تابعوني تماك على الانستغرام راه تنوري لكم بزاف ديال الاشياء، وريت لكم حتى الكيغاتين اللي هرست ليا الشعر نتاعي، فهما عباره عن انفتحات صغيورين، شوف بقى لي هي الوحيده، هاد انفتحات صغيورين تديرهم في الشعر نتاعك ونورمالمون فيهم 10، تتباع بزباله ديال الفلوس، نورمالمون قال لك بانه راه تيحد من تساقط ديال الشعر.
ندويو ولا ما ندويش، ولكن اما تنوري لكم لي برودوي اللي هما زويونين ديال لي مارك، تنوري لكم حتى لي برودوي اللي ما لاقولياش، ماشي لحقاش ما لاقلياش انا، يعني ما غاديش يليق لكم نتوما. كما تنقول لكم البشره فكاليتي ديالنا مختلفه، كاين اللي تيليق ليها وكاين اللي ما تيليقلهاش. نفس الشيء بالنسبه للشعر، هذا انا ما لاقلياش لشعري وندمت منين شريته، وعمرني باقي ما خاصني باقي نشري، خاصني نرجع لكم لي برودوي تيرميني جو غاشي توفا. رجعت نستعمل ديلوسيون كابيلار اللي شحال هادي عاوتاني ما كنتش نستعملهم، هادي ديال لا مارك ويليدا، كاينين بزاف ديال لي مارك، وهادي هذا الماء ديال لوغمارا. كيفيه استعمال، امتى تنستعملها؟ تنستعملها من بعد ما تنشف الشعر نتاعي، تنشف الشعر نتاعي يعني تنغسلو بالشامبو اللي ورت لكم، تنشف الشعر نتاعي و تندير ليه واحد السورانغ او جوج، يعني تنشقق الشعر نتاعي بهذاك الماء، داك الماء هو اللي تنخليه الاخير فوق الشعر نتاعي، يعني مورا كل غسله. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد لوسيون هادي، فين يمكن نلقاوها؟ كيفاش يمكن يصيبوها؟ مرسل جوج ملاعق كبيره ديال غوفارين، كاس كبير ديال الماء، غتخلي الكاس تيغلي ديال الماء، غادي تزيدي عليه جوج ملاعق كبيره ديال غوفارين، غادي تخليه حتى يولي اللون تاعو غادي شويه القوي، غادي تطفي عليه، غادي تخليهم حتى يبرد، غادي ديرهم فواحد القرعه وغادي تخليهم معاك للحمام، وغادي ديري بهم التشليله الاخرى للشعر نتاعك وديري عليا النتيجه. الشعر ديالنا راه خاصو يداوى من الداخل ومن الخارج. من الداخل تنداويو لي كومبليمون اليمونتير، مش قلب ياك؟ لا ما مشقلب والو، انا مش قلبه دي كومبليمون اليمونتير. كاينين بزاف ديال لي كومبليمون سوغ انترنيت، كاينين في لي فارماسي وكاينين في لي بارافارماسي، باتمنى اللي هما مختلفه ولي غايات اللي هما مختلفه. بحال هذا فهو خاص بتساقط الشعر، فيتا فلون فيه ثلاثة، لحقاش هاد الثلاثة هادو خاصني نكملهم في الشهر. زعما شحال هادي جوفامين حتى هو راه زوين، غنوري لكم غير كيفاش داير من الداخل، ما عبارة عن كابسول بحال هكا، تخوزي كابسولة وحدة بوندون لي غوطا بوندون 3 mois، وانايا جالتيرن مع ليفيغ دو بيير. دونك بالنسبه للخميره او ليفيغ دو بيير، دونك ليفيغ دو بيير تتنفخ الكش، ليفيغ دو بيير تتنوض لينا الزغب ولكن في جميع المناطق، ولكن خاصنا نعرفوا اش بغينا. يعني فعلا ليفيغ دو بيير كنت تنخوضها شحال هادي، او الخميره كنت تنخوضها شحال هادي، ولكن ماشي الخميره العاديه، خميره يعني خاصه بالجسم، ساعدتني بزاف 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 في تطويل الشعر، غزاله في تطوير الشعر، ولكن راه تطور لكم جميع الاماكن، ثم خاصكم تكونوا على بال. دونك بالنسبه لهاد ليفيغ دو بيير، دونك هاد النوبه هادي غادي نبدل، خديت لا مارك ليكسيول موافا تنخد ديال لي سوبر مارشي فاكتور، هذا ناري غادي يلقاني بهاد الحاله هادي. ليفيغ دو بيير فيها الفيتامين بي 3، فيها الزنك وفيها السيلينيوم وفيها الفيتامين بي 8، هاد الفيتامينات كلها هما زبونين وتيساعدوا في تطويل الشعر. دونك الا نتوما بغيتو تخوضوا غير ليفيغ دو بيير تستعملوها بوحديتها، خوضوا 3 حتى 4 او 3 حتى 6 ناتيا 3 باغ جور افيك ان غون فير دو، دونك 3 في النهار. الا نتوما بغيتو تستعملوا الفيتامين مع لي ليفيغ دو بيير، خذوا كبسوله وحده ديال الفيتامين وجوج ديال لي ليفيغ دو بيير بوندون 3 mois، 3 شهور البنات، كل نهار خاصكم تخذوا 3 ديال لي كومبريمي، جوج من هادو وحده من هذاك، او الا شفت الكرش نتاعكم تنفخات بزاف غير وحده من هادي وحده من هذاك، وردوا عليا الخبر. ما خبيت عليكم والو، هذا كان روتيني لرعاية بالشعر نتاعي، روتين خاص بالتقصف ديال الشعر، روتين خاص بالتساقط ديال الشعر لسنه 2019. انظروا كيفاش جاكم الفيديو ديال اليوم خاص عني الشعر، نتمنى ان يعجبكم. الا تعجبكم هذا النوع من الفيديوهات بغيت ندير لكم واحد خاص عني البشره، الاشياء اللي كنستعملها حاليا بلا ما يكون روتين ويكون فيه الطبخ ويكون فيه بلا بلا، يكون غير موضوع عن الشعر، موضوع عن البشره، بغيت ندير لكم دي برودوي تيرميني جو غاشي تو باك نديرهم لكم في هذا الفيديو هذا، قلت تشوفي معاهم. وكان هذا فيديو خاص عن الشعر، كيف انقط شعري المتضرر تساقط الشعر لشعر صحي نامع بلمعه، اللهم لك الحمد. نتمنى تجربوا هذا الروتين، غادي نتسنى جميع الاقتراحات نتاعكم وجميع التعليقات نتاعكم.